جمهورنا ولاعبتنا، كلمتين مهمين جدا. دايما في الهزيمه بتولد روح الانتصار والعزيمه، دي اهم نقطه في الموضوع، الهزيمه بتولد العزيمه. اما الحزن بيولد فرح، وروح الفانيلا الخمراء هي الاصرار الاساسي، هي اللي بتولد كل حاجه. دي مهمه جدا ان كل جماهيرنا تكون مركزه معايا، وكمان لاعبتنا تكون مركزه معايا. روح الفانيلا الحمراء والاصرار والعزيمه ده هي دي النادي الاهلي على مدار التاريخ، ما عندناش حاجه تانية، هي دي اهم نقطه بنلعب عليها. الامل نفسه اللي احنا بنديه للناس، الاصرار ده بيولد امل، امل مهم جدا. ما عندناش حاجه اسمها ياس، الياس ده نفسه فقد فينا الياس، لان الامل هو اهم شيء عندنا في الموضوع. دايما جماهيرنا زي ما احنا شايفين قدامنا على الحلوه والمره معايا. على الحلوه والمره دي كلمه مش كلمه طبيعيه بنقولها كده وخلاص، بالعكس اي هفوه بتحصل في الفرق الرياضيه عندنا هي هفوه طبيعيه، هفوه صغيره جدا، زوبعه في فنجان. زوبعه في فنجان دي يعني حاجه بتعدي في كيان كبير كله بطولات، كله امل، كله بالنسبه لنا حقيقه عشان نقدر نرجع تاني للمسار الطبيعي بتاعنا. المسار الطبيعي بتاعنا هو تتويج بالبطولات المحليه والقاريه. اكيد كلنا ثقه كبيره في لاعبتنا ان تقدر تستعيد مره تانيه مسؤوليه مهمه جدا، وهي مكسب البطولات.